ما تيجي نراجع مع بعض منهج الفيزياء كله في ليالي الامتحان، شرحه وحل حوالي 800 سؤال وفكره مختلفه في ليالي الامتحان، وكل ده هيكون مجانا على قناتنا على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا طلبه الثالث ثانوي. احب اقول لك ان خطتنا ان شاء الله مع بعض ان احنا ننزلك على القناه فيديوهين كبار حبتين، الحديثه كلها كامله في فيديو واحد والكهربيه كامله كلها في فيديو واحد، هيكونوا متقسمين تحت في شروط التشغيل عشان احنا عاملين لك جدول هنمشي عليه وهقول لك عليه حالا بحيث يكون سهل ليك انك توصل للفصل اللي موجود معانا في الجدول. دلوقتي حضرتك جاي من امتحان اللغه الثانيه وان شاء الله تكون وفقت والدنيا معاك 100 فل و14، وحتى لو لا قدر الله حسيت ان انت نقصان او كده عاوزك برده ترم ورا ظهرك لان اللي جاي مهم جدا وتركز معايا. ان شاء الله احنا معانا اربع ايام والاربع ايام هنقسمهم كالاتي. يا عم يوم اللغه الثانيه بالنسبه لي هو يوم كامل وهقول لك ازاي هنستغله صح. يوم الثلاث ان شاء الله هنمسك مع بعض الفصلين الخامس والسادس، ودول اول فصلين معانا في الحديثه، هينزل لك الشرح ورا الحل، وطبعا المذكره تكون موجوده لك في جروب التليجرام اللي عليها الاسئله، واحنا هنمسك لك الفصلين دول بما انهم اول فصلين في الحديثه وخفاف فاحنا مش عاوزين نتقل عليه. وبعد كده هندخل مع بعض يوم الاربع، ويوم الاربع معانا هنمسك فصلين، اول فصلين في الكهرباء الاول والثاني معاك اليوم بطوله، والفصلين دول افكارهم كتير فان شاء الله هيكون معانا اليوم كامل نمسك فيهم الافكار ونغطيها باذن الله، زائد امتحان شامل بعد الفصلين. ويوم الخميس ان شاء الله هيكون معانا الفصلين الجامدين جدا الا وهما الثالث والرابع، هنغطيهم مع بعض برضو شرح وحل، كم كبير جدا من المسائل وافكار مختلفه باذن الله، زائد الامتحان الشامل اللي معانا في اليوم ده. ويوم الجمعه ان شاء الله معانا فصلين خفاف جدا 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 الا وهما السابع والثامن، عشان اسيب لك متسع من الوقت ان احنا نتدرب مع بعض على الافكار العليا اللي هو لو حب بقى يعلي عليك قوي ويجيب لك فكره جديده هنتعامل معاها ان شاء الله بمنتهى البساطه باذن الله. نشوفكم ان شاء الله على خير يا شباب ومستنيكم. سلام.